أكد وزير البترول طارق الملا أهمية التعاون المستمر مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومركز البحوث والدراسات التعدينية بالكلية لتخريج مهندسين أكفاء يبنون على ما يتم إنجازه من مشروعات. وأشار وزير البترول خلال لقائه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير مركز البحوث إلى أن الاستمرار في تدريب وثقة لمهارات العنصر البشري له أولوية كبيرة للدولة، وخاصة إذا ما توافر لدى الطلاب والخريجين الارتباط بين المناهج العلمية وما تشهد الصناعة البترولية من تطور، مؤكدا على أهمية مراعاة المناهج العلمية بالكلية التوجه العالمي الحالي للتحول الطاقي والتحول الأخضر والاهتمام بمشروعات خفض الانبعاثات والتوافق البيئي وترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات وما يوفره للطلاب من فرص كبيرة للتعلم والتدريب والتجريب. شاركت مصر في حوار سياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط ضمن الفعاليات الافتتاحية لقمة الحزام والطريق المنعقدة في هونغ كونغ، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية بين دول العالم. وخلال مشاركتها أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة عززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، كما أكدت أهمية قمة هونغ كونغ في استكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، لافتة إلى أن المبادرة تعزز التواصل مع الصين وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقارير الوكالات والمؤسسات الدولية حول قدرات الطاقة المتجددة واحتياجات العالم منها. وأشار التقرير إلى ضرورة مضاعفة العالم لقدرة الطاقة المتجددة السنوية بحلول عام 2030. كما دعا التقرير إلى إضافات سنوية لقدرة الطاقة المتجددة تبلغ 1000 جيجا وات بحلول عام 2030 للحفاظ على هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية هذا القرن. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، بينما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1,303,000,000 جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.5 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.14% ليبلغ 19,361.7 نقاط، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 90% ليبلغ 3,812.54 نقطة. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 91% ليبلغ 5,608.69 نقطة. أفاد اتحاد النقل الجوي الدولي ياتا بأن قارة إفريقيا سجلت ثاني أفضل أداء حسب تصنيف المناطق في حركة السفر جوا، حيث ارتفع عدد المسافرين في القارة السمراء بنسبة 25.6% خلال يوليو الماضي. وأوضح الاتحاد أن القارة السمراء التي تمثل 2.1% فقط من حركة النقل الجوية عالميا حلت في المرتبة الثانية مباشرة بعد منطقة آسيا الباسفيك، مضيفا أن حركة السفر الجوية لمنطقة آسيا الباسفيك سجلت زيادة بنسبة 105.8% مقارنة بالعام الماضي. وأكد الاتحاد أن اتجاهات النمو في باقي مناطق العالم كانت إيجابية بوجه عام في يوليو الماضي.